لكن المشكله الحقيقيه اللي بنواجهها في عياداتنا في الوقت الحالي ان احنا بنشوف الكلام ده في سن اصغر بكتير، تلاتينات وعشرينات، بيشتكوا من آلية الضعف الانتصاب. فده اللي بيطرح معانا مشكله تانية، ايه هي الاسباب اللي وراء تؤدي طبعا. ضعف الانتصاب طبعا. اللي يشمل الفئات العمريه المختلفه؟ احنا زي ما قلنا ان في الهرمونات اللي هو هرمون الذكوره، الذكورة في نعم. هرمون تاني اللي هو هرمون البرولاكتين. اي ارتفاع في هرمون البرولاكتين ده كفيل بانه يعمل حاجه اسمها نيجاتيف فيدباك، يؤثر بالسلب على هرمونات المخ. فبالتالي ارتفاع هرمون البرولاكتين ده هو في حد مسؤول عن ذاته، ايه يا دكتور؟ هرمون البرولاكتين ده اسمه هرمون الحليب لدى الرجال، فاهم ازاي؟ اي ارتفاع له واسبابه كتيره، ماشي، من اول اجهادات لتوتر للمجهود ثم انتهاء بسرطان في الغده النخاميه، فاهم ازاي؟ الحاجات دي كلها بدرجاته، ايوه طبعا. الحاجات دي كلها تؤثر بالسلب على هرمونات المخ، وبالتالي يقل الاف اس اتش والال اتش والتستستيرون طبعا اللي هو مسؤول عن الانتصاب، الانتصاب نعم. وبالتالي ده كشق هرموني. طب ايه الشقين التانيين اللي بنتكلم عليهم؟ الشق النفسي والشق العضوي. تمام. في حديثنا سابقا اتكلمنا على الشق العضوي. العضوي، نعم. وقلنا آلية الانتصاب شكلها ازاي والخلل العضوي بيجي فين، لكن الشق النفسي هو ده اللي اكتر حاجة بنواجهها دلوقتي. ليه بقى؟ وده اللي نقدر نوجهه للشباب الصغيرين. ليه؟ مشكلتهم ان هم بيستقوا المعلومات بتاعتهم بشكل غير سليم ومن جهات غير معترف به، زي على رأسهم دلوقتي الافلام الاباحيه. وبالتالي الافلام الاباحيه بيشوف حاجات غير طبيعيه، لان الحاجات دي بتتم بحقن خاصه بالاحداث ده علشان تؤدي الى انتصاب يقعد اكتر من ساعه. وبالتالي الانتصابات العاليه ديت اللي بياخدوها دي، لو هو كان طبيعي ما كانوش جابوه في التلفزيون، صح صح ولا مش صح صح؟ طبعا. يبقى نجم افلام جنسيه. وبالتالي ده في حد ذاته بيتعلق ان هو ممكن يكون مش زي ده، في حين ده هو اللي مش طبيعي.